بيبدأ الفيلم بالشخص ده قاعد في العربية وشكله مش طبيعي، وبيبص على الصور دي، وبتيجي العربية النقل دي، وبينزل السواق علشان يعمل حمام، وبينزل الراجل المريب ده وبياخد سلاح من العربية وبيروح وراه وبينشن عليه، وبنروح للأوتيل ده وبنشوف البنت دي بتتكلم في التليفون وبتسأل عن إنها إزاي تقدر تروح مالها ليل اسمه بانكر، وصديقتها بيجي لها اتصال من صديقتهم إيمي وبتقول لها إنهم في ألمانيا حاليا وهنروح إيطاليا الأيام اللي جاية، وبتقول لها انهم جابوا لها هديه من هولندا وانهم قابلوا شخص وعزمهم على حفله وانهم رايحينها، وهم في الطريق بيتوهوا والكوتش بيتخرم، فبتقول لها ايه اللي حصل، فبتقول لها معرفش، وبينزلوا يشوفوا ايه اللي حصل وبيكتشفوا ان الكوتش اتخرم، فبتقول لها هنتصل بختم تاجير السيارات وبتجيب الدليل بتاع الارقام، وبتتصل بتلاقي مفيش اشاره في المكان، وبيركبوا العربيه تاني، فبتقول لها هنعمل ايه دلوقتي، قالت لها هتعرفي تغيري العجله اللي اتخرمت، قالت لها لا، قالت لها نبحث عن بيت او اي شخص يساعدنا، قالت لها لينسي انا مش هروح في اي حته، فبتقول لها يبقى هنقعد هنا لحد ما الشمس تطلع، وبتبص في المرايه بتلاقي عربيه جايه، فبتقول لها ممكن يساعدنا، وبيقف جنبهم وبيطلبوا منه المساعده لكن مش بيفهمهم لانه بيتكلم الماني وهم انجليزي، فبتقفل الازاز وبتقول لها ما تبصلوش، وبعد فتره بيمشي، ولينسي بتقول لها لازم نتصرف، لازم ننزل نمشي وندور على حد يساعدنا، قالت لها لكن في ظرف 10 دقايق لو ما لقيناش حد نرجع للعربيه، وبينزلوا وبيمشوا في الغابه، فبتقول لها كانت فكره غبيه اننا ننزل من العربيه يا جيني، وبيقعدوا يلوموا بعض على اللي حصل لهم، فجيني بتتعصب عليها وبتقول لها انا تعبت من المشي انا مش هتحرك ولا خطوه تاني، فلينسي بتشوف ضوء وبتقول لها اظن انه بيت، وبيروحوا والجو بيمطر جامد، وبيوصلوا عند البيت وبينادوا هل في حد في البيت حد يساعدنا، وبيوصلوا للباب وبيخبطوا وبيكون الراجل اللي كان في اول الفيلم وبيطلبوا منه المساعده، فبيقول لهم انتوا لوحدكم، بيقولوا له اه، فبيقول لهم ادخلوا، وبيقفل الباب بالمفتاح وبيبص بيشوف في حد بره ولا لا، وبعدها بيقعدوا وبيقول لهم انتوا سياح، فبيقولوا له اه احنا في اجازه ما قبل الدراسه واحنا من نيويورك، ممكن تتصل بخدمة تأجير السيارات، قال لها انتم قرايب، قالت له لا احنا اصدقاء، فبيقوم وبيقول لها هعمل المكالمة، قالت له شكرا نشرب مية بس، فبيجيب كوبايتين وبيملاهم مية وبيحط الحبوب دي فيها، وبيعمل نفسه بيكلم شركة السيارات وبيقول انا الطبيب هايتر اسف للاتصال في الوقت ده، وكأنه بيحل لهم المشكلة، وهم صدقوا القصة وبيديهم كوبايات المية وبيقول لهم ان الشركة هتبعت العربية في خلال نص ساعة، فجيني بتقول له بيتك جميل انت عايش هنا مع زوجتك، قال لا لا انا ما بحبش البشر، فلينسي بتيجي تحط الكوباية فبتكسرها، فبيقوم وبيتعصب عليها وبيشتمها ويقول لها هروح اجيب حاجة انشف بيها اللي عملتيه، فبتبص لصاحبتها بتقول لها لازم نمشي من هنا فورا، وبنشوف الدكتور هايتر بينزل للمكان ده وفي شخص نايم على السرير وبيملى الحقنة دي وبيرجع لهم، وبيبدأ المخدر يعمل مفعول مع جيني، ولينسي بتحاول تهرب لكن المخدر بيكون مأثر عليها وبيمسكها وبيديها الحقنة، وبعدها الصبح بيكون بياكل وبيقطع الأوراق بتاعتهم، وهم بيفوقوا بيلاقوا نفسهم مربوطين في السرير هما الاتنين والراجل ده معاهم، وبيحاولوا يفكوا نفسهم لكن ما بيعرفوش، وبيجي الدكتور هايتر وبيقول له ليه بتعمل كده، وبيقرب من الراجل وبيقول له انت مش مطابق للمواصفات اللي محتاجها انا مضطر اقتلك، وبيديله حقنه وبيقتله، وبعدها بيروح وبيدفنه، وبيرجع وبنشوف انه جايب معاه شخص تاني متخدر، فبيشيله ويدخله وبعدها بيفوقهم واحد واحد، والراجل مش فاهم ايه اللي بيحصل وعمال يزعق، والدكتور هايتر بيلبس البلطو عشان يبدا العمليه وبيقول انا الدكتور جوزيف هايتر انا متقاعد لكن ما زلت اعرف بالجراح الاسطوري في فصل التوائم الملتصقه، ومن 6 شهور عملت عمليه هي الاولى من نوعها لثلاث اشخاص، حولتهم لشكل 3 كلاب رائعه، وشرح لهم ايه اللي هيعمله وان انسجه جلدهم متوافقه مع بعض وانه هيوصلهم ببعض علشان يبقوا زي 3 توائم ملتصقه، وده اللي هو بيسميه البشر من فصيله المفصل صليات ام 44، وبيبدا يخدرهم علشان يبدا العمليه، فبيخدر الراجل وبعدها بيبدا يخدر جيني، ولينسي بتحاول تفك نفسها وهو مشغول، فبتفك نفسها وبتهرب وبتستخبى في الاوضه دي وبتقفل الباب بالمفتاح، وبيجي الدكتور هايتر وبيحاول يفتح وبيهبد على الباب، وبعد شويه بتحاول لينسي تخرج فبتلاقيه واقف ومعاه السلاح وبيحاول يكسر الازاز، ولينسي بتحاول تخرج فبيكسر الازاز وبيدخل، وهي بتفتح الباب وبتجري منه فبتقع في حمام السباحه، وبيوصل لها وبيكون عاوز يضرب عليها فبتغطس، وبعد شويه بتطلع علشان تتنفس وبتقول له اقتلني، قال لها واحد من الكلاب قبل العمليه حاول يهرب وبعد ما مسكته خليته في النص والمكان ده الم ومضاعف، قال انت ندمان على محاوله الهروب، وبيشغل الغطا بتاع الحمام علشان يخليها مضطره تقرب منه علشان يعرف يسيبها، فبتغطس تاني والكهرباء بتفصل وبيروح يصلحها، وهي بتخرج بعد ما مشى وبتروح لاوضه العمليات وبتفك صاحبتها وبتحاول تخرجها، وبتقعد فتره تسحب فيها على الارض لحد ما بتخرجها بره البيت، وبيفاجئها الدكتور هايتر وبيضربها بالحقنه المخدره، وبيرجعهم تاني علشان يبدا العمليه، وبيعلم على الاماكن اللي هيشتغل عليها وبيخلع في اسنان واحده منهم، والتانيه بيفتح المكان اللي هيوصلهم ببعض منه، وبعد ما بيخلص بيروح يقعد عند مقبره الكلاب اللي كان عامل لهم العمليه، وبعدها بينام، وبعدها بنشوف عمال جايين يركبوا ازاز بدل اللي اتكسر، وبنشوف نتيجه العمليه وهي ان الثلاث
أشخاص أصبحوا ملتصقين زي التوائم الملتصقة، وبيكون الدكتور هايتر منتظرهم يفوقوا علشان يعرف مدى نجاح العملية، وبيفوق الراجل وبيقول له أنت القائد، وبيخليه يحاول إنه يقوم، وبيبدأ يصورهم وبيقول إنه نجح في العملية، والثلاث أشخاص بيبكوا طبعًا من اللي حصل لهم، وبيجيب مراية وبيوري لهم نفسهم، وبعدها بيحطهم في قفص، والراجل عمال يصرخ وبيقول له خرجنا من هنا وبيشتمه، وبعدها الدكتور بيحاول يخليهم يتأقلموا على الحالة الجديدة اللي هم فيها، وإنهم يعملوا بعض المهمات، لكن هم رافضين، بيحط لهم أكل بتاع الكلاب، فالراجل بعد ما كل منه بيروح وبيقعد وبيعوره في رجله، وبيقول له أنا مش كلب، فبيغضب دكتور هايتر وبيضربه برجله في وشه، بيقول له لو عملت كده تاني هخلع أسنانك واحدة ورا التانية يا حقير، وبعدها بنشوف لابس بوت، وبيقول له عاوز تعضني دلوقتي هتعض البوت، والراجل بيقول له أنا محتاج أعمل حمام، فبيقول له أكلها وبيضحك. إيه القرف ده يا جدعان في إيه؟ وبعدها بيقول انا مش عارف انام من صوتكم، وان لو ما سكتوش هقطع احبالكم الصوتيه، وبعدها بيكون في حمام السباحه ورابطهم في الكرسي، والراجل بيفك نفسه وبيحاول يهربوا، فبيطلع الدكتور هايتر وبيقول له اخيرا بداتوا تتحركوا، ربما بامكانكم تهربوا، وبيفتح الباب وبيخرجهم، وبياخد العصايه وبيضربهم وبيعاقبهم، وبعدها بيكون بيشيك على حالتهم الصحيه وبيشوف الراجل وبيقول له ان حالته الصحيه جيده، وان لينس نبضها متقطع لكن حالتها برده كويسه، وبيقول لها انه قد يكون بسبب الاجهاد، وجينا حالتها سيئة، فبيقول لها انت بتموتي وانه مضطر استبدلك، فبيرن التليفون وبيروح علشان يرد وبيرفع السماعة، فالراجل بيصرخ وبيطلب المساعدة، وبنعرف ان المكالمة من الشرطة، وبيقولوا الدكتور هايتر انهم عايزين يتكلموا معاه، فبيطلع علشان يقابلهم، فبيقول له انا المحقق كرانز وده زميلي فولر، ممكن ندخل؟ فبيقول لهم اكيد، وبيدخلهم وبيقول لهم ازاي اقدر اساعدكم، قالوا له ان في 3 اشخاص مفقودين وانهم لقوا سيارتهم قريب من هنا، وانه ربما يكون عندك اي معلومة، قال لهم انتوا جيتوا المكان الغلط، وانه ما يعرفش اي حاجة، وانه مشغول بالابحاث، وانه ما بيخرجش من البيت، وبيعرض عليهم انه يجيب لهم مشروب، فبيقولوا له نشرب قهوه، قال لهم ما عنديش وقت اعمل لكم قهوه، هجيب لكم ميه، وبيروح وبيجيب كوبايتين وبيحط الحبوب المنومه وبيديها لهم، والراجل تحت بيصرخ لكن صوته مش مسموع، والدكتور هايتر بيقول لهم ايه اللي انتوا عايزين تعرفوه، قالوا له انت جراح مهم ومش عايزين نزعجك، لكن في شخص بلغ انه سمع انه في سيده امريكيه كانت بتصرخ خلال وجودها في بيتك، هل تقدر تفسر ده؟ قال له ما عنديش علم عن اللي انت بتقوله ده، وسيارتك المرسيدس شافت في المكان اللي لقينا فيه سيارة الشحن الهولندية، فدكتور هايتر بيتعصب عليه وبيقول له كل اللي قلته انا ماليش علاقة بيه، واشرب المية وبعدها امشي، وبيديله الكوباية وايده بتتهز، فبيضرب ايده بيوقع الكوباية وبيكسرها، فدكتور هايتر بيقول له هخليك تندم على اللي عملته ده، انا هحاكمك وهفصلك من شغلك، وبعد شوية بيقول لهم انا اسف انا كنت منهمك في الشغل وما نمتش، اروح اجيب حاجة انشف بيها المية، وبيروح وبيحضر حقنة مخدر وبيقول للناس اللي عنده ان عندي دلوقتي ده بديل ليكم، فاستمتعوا بلحظاتكم الاخيرة لاني لما ارجع هقتلكم، للتحضير للعملية الجديدة، وبيمشي وبنشوف الراجل بيحاول يوصل للسكينة، وبنرجع للدكتور هايتر وبيكون بينشف المية، والمحقق كرانز بيقول له في ايه في الدور اللي تحت، قال له انت بتتعدى صلاحياتك وهيكون في ايه، مختبري وغرفة صغيرة لشغلي، فبيقول له ممكن اشوفها، قال له مستحيل ابحاثي خارج صلاحياتك، وانه معهوش مذكرة تفتيش، وهو بيتكلم بتقع منه الحقنة، وبيشوفها المحقق وبيمسكها وبيقول له ايه دي، قال له ده انسولين لان عندي مرض السكر، قال له هنرجع خلال 20 دقيقة ومعانا مذكرة التفتيش، ودكتور هايتر بيرجع يشوف الناس اللي عنده ما بيلاقيهمش، فبيدور عليهم، فبيفاجئوا الراجل وبيضربوا السكينه في رجله وبعدها في ركبته، فبيقع وبيعضوا في رقبته، وبيشاور للبنتين علشان يعرفوا يمشوا ازاي، وبيوصلوا للسلم ودكتور هايتر لسه بيتحرك، وبيحاولوا يطلعوا السلم، وبيفوق الدكتور هايتر، وبيطلعوا بعد معاناه كبيره، والدكتور هايتر جاي وراهم وماسك السكينه، وبيوصلوا للغرفه اللي فيها الازاز، والراجل بيجيب اللمبه عشان يكسر بيها الازاز عشان يعرفوا يخرجوا، والدكتور هايتر قرب يوصل لهم وبيبدا يكسر فيه لكن ما بيلحقش، وبيكون الدكتور هايتر وصل، فالراجل بيمسك قطعه من الازاز وبيبص له، وبعد شويه بيضحك، والدكتور هايتر مستغرب وبيقول له هل انت اله، انت مجرد حشره تافهه، وبيقطع رقبته بقطعه الازاز اللي معاه وبيموت، وبعدها التليفون بيرن وبنشوف ان محققين الشرطه وصلوا، والدكتور هايتر بيقفل الغرفه وبيرجع عند حمام السباحه، والشرطه بتدخل البيت وماسكين السلاح وبيبداوا يدوروا عليه، وهو مستنيهم وماسك السكينه، وواضح ان الريحه سيئه لدرجه ان الشرطي ما بقاش مستحملها، وبدا يرجع، والدكتور هايتر بيستخبى في الزاويه، والمحقق كرانز بيكتشف الدم وبيسمع صوت ضرب نار، فبيجري وبيدخل الغرفه اللي فيها البنتين، وبعدها بيجري وبيوصل لزميله فبيلاقيه مقتول في حمام السباحه، وبيروح يشوفه، فدكتور هايتر بيضربه بالنار في بطنه، فبيرد عليه المحقق كرانز بطلقه في راسه وبيقتله، وبيقع في حمام السباحه وبيموت، وبعدها بنشوف البنتين مش قادرين يتحركوا بعد ما الراجل مات، وجيني بتمسك ايد لينسي وبتموت، وما بيفضلش غير لينسي، وبيخلص الجزء الاول هنا. سلام.